قل السائل: هل صحيح ما يذكره بعضهم أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة وأن أخطاءهم قليلة لا تخرجهم من هذا؟ لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة، أشاعرة يقال لهم الأشاعرة، وإن كانوا يسمون الآن أهل السنة الأشاعرة، يطلقون على الأشاعرة. لا، هذا غلط. أهل السنة هم الذين لا يؤولون الأسماء والصفات، بل يثبتونها كما جاءت بمعانيها ويكلون كيفيتها إلى الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الأشاعرة بالخلاف يؤولونها، يفسرونها على كيفهم، وينفون حقيقتها عن الله عز وجل. نعم.